الجريدة نفسها حصل فيها تحديث ان دلوقتي اي حد بياخد خبر من بدون ان يذكر المصدر الموثوق منه، وطبعا ده موضوع كبير جدا يعني هيطول شرحه هنتكلم فيه يعني، بس الموضوع ده بالذات يعني موضوع ان الناس بتاخد مقالات وبتكتبها زي مثلا جريده مش عايز اذكر اسمها بصراحه، مش جريده، صفحه على الفيسبوك بصراحه مش معرفش رغم لو جريده يعني حسب الله نعم الوكيل يعني، جريده متنمره، جريده الغرض منها التنمر على خلق الله، جابت معاها نتيجه وجابت بقت مليون متابع على الفيسبوك، فبقى خلاص شكرا. ولكن دلوقتي الفيسبوك نفسه او كل منصات التواصل الاجتماعي، حضرتك مرة عندك بتعمل فيديو والمعلومة اللي في الفيديو دي ملهاش مصدر، الفيديو بتشير. اصل حضرتك مش يعني مثلا انت دارس ايه عشان تطلعي معلومة وانا بكون واثق منها، او بتنقل معلومة مصدر ثقة، يعني مثلا انا شاهدت مسلسل اكتب ان انا شاهدت المسلسل ده فكذا كذا كذا، شاهدت اغنية والاغنية فيها كذا 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 كذا، اهلا باللي موجودين، شاهدت اغنية فاقوم كاتب ان انا شاهدت متابعة تابعت شاكر انا شاكر، مش اكتب ان انا كتبت، يعني مثلا انت واخد مقال من وزارة الصحة والسكان، واخد مقال من وزارة ال من ال اسمها ايه؟ ثواني بس اسمه ايه ده؟ من رئاسة الوزراء، فتاخد لي المقال وتكتب عليه كتبت، هو يعني واخده انت حضرتك كوبي، هو مين اللي كاتبه؟ هو في حد كاتبه؟ بن سيسة زكي بن سيسة زكي مش عارف اسمه انجليزي دكيا رمضان كريم. انا اتفرج على مسلسل رمضان دلوقتي، ايه عملت انا حلقه بس مباشر لمده ساعتين على اليوتيوب، وكانت جوانا معايا والله عيني، بس طلعنا الفيديو الحمد لله. اتكلمنا فيها عن مسلسلات وما هي المسلسلات، انا كنت كاتب لسته باسامي المسلسلات، اول مسلسل هو مسلسل الجميله، لا الورقه اللي انا كتبتها غير المقال اللي انا كتبته، او على اليوتيوب هتلاقوها، فنزلت لكم اول جزء النهارده، عايز يخش يتفرج على بقية الفيديوهات هيخش على اليوتيوب. لكن عشان اقول لكم مسلسلات هنسميها كلها لما ناكل هنكلمكم عن مسلسلات كده بالتفصيل، يعني مش التفصيل يعني حاجات بسيطه كده تك 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 طقات كده صغيره. لان احنا خلاص كنا عامل بالتفصيل على فيديوهات يوتيوب، عشان اتفقنا خلاص اتفاق رسمي مع اليوتيوب رمضانيات يوتيوب ان احنا ننقل احداث رمضان لليوتيوب، وخلي بالكم يعني ده اتفاق رسمي مع اليوتيوب ان هو يبعث لي ميل او يبعث لي اشعار خاص ويقول لي الموضوع ده يعني سري بسبب ان هو شايف متنمرون كثير. الاجتماع بتاعنا قريب بنت سعودية زيك يا سعودية منورة يا بنت السعودية، لينا أشقائنا كتير في السعودية من شرفاء يعني الشريف محمد بركات، الشريف مش عارف مين، ياسر لكن ياسر، الشريف عزام، عيلة طويلة، عيلة بركات دي عيلة كبيرة جدا من الأشراف، وبركات ده أول يعني هو من اول الناس من اللي دخلوا مصر، آلة بركات
أهلا يا يوزر، كنا نتكلم على إيه؟ مسلسلات رمضان أو تفاعلات اليوتيوب. وأنا داخل يعتبر يعني، أنا صراحة من زمان أنا ضد المحتوى اللي هو ملوش معنى، رغم إن أنا مبكسبش في المحتوى بتاعي. يعني دلوقتي حضرتك معلش، يعني هو على رأي مراتي الناس بتحب الحشرية، بس أنا عايز أقولها الناس بتحب التفاهة. وفعلا لما عملنا تفاهة عند حساب بتاع عم حسين، انتوا اتفرجتوا واتنمرتوا علينا. بس ده أنا استغربته لما أقدم محتوى، يعني مثلا تكمل، يعني إيه محتوى تكمل؟ محتوى جاي من افريقيا، الناس دخلت الاسلام، الاقي واحد بيقول لي يا كذا، حد اتنمر عليك يا، وهو انت كاتبها لي بالعربي وبالعبري عشان انا عامل صفحه او صحابي عاملين صفحه ودخلوني فيها اسرائيلي، فانا انت عاملها لي عشان كده؟ يعني حضرتك احنا منين؟ الاخبار اسرائيل، صاحبي ده في امريكا وليه صحاب في اسرائيل، فبينقل الاخبار، وهو كان حلم حياته وانا بحاول اعمله له، يعني عايز يعمل منصه ينقل فيها الاخبار الاسرائيليه بالعربي. فدي ما فيهاش حاجه تعيبك. اما الجريده بتاعتي، الجريده بتاعتنا انا اللي انا شغال فيها وبرفع فيها اخبار، تمام، الجريده دي بتبقى في ناس بتبعت لنا اخبار اسرائيليه، هل هذا يسيء لحضرتك يعني ولا مضايقك في حاجه؟ تعالى اقول بسم الله بقى. اقول لك على حاجه، اللي شتم بالذات ده، والموضوع ده اتكلمت فيها قبل كده وكتبت مقال يعني مدونه كده، ان البني انا ما اخدش حقي من اللي بيشتم، انا اخد حقي باللي مد ايده، لكن اللي بيشتم ده هو ربنا بس هيحاسبه احسبه عند ربنا بقى. انا لما حد بيشتمني من زمان وتعودت على كده، ممكن اتغيرت فتره بس ما كنتش برد الشتيمه يعني، بس كنت ببقى بعمل حاجات تانية يعني، انا ما اتنرفز وكنت بشتم وقعدت فتره كده، في الاخر استحقرت نفسي، استحقرت نفسي ان انا بقيت زيكم، ونسيت الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان في ودني دايما، عامل الناس على اخلاقك ليس على اخلاقهم. الحرب اللي جايه حرب تكنولوجيا مش حرب سلاح، قلناها زمان ولسه بنقولها، الحرب اللي جايه حرب تكنولوجيا. اللي عنده المعلومه ويتفوق في التكنولوجيا هو اللي هيوصل.